أبدى رئيس إقليم كردستان شيرفان البرزاني قلقه من الأوضاع الحالية في العراق، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة، وقال في بيان أن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية ومسؤولية بعيدا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقا للسياقات الدستورية. وشدد البرزاني على أهمية اختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولا من القوى المؤثرة، مع الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره.